برضه كده. الصورة دي صورة صورة من الصور الموجودة في البلد، ودي مشكلة من بعض مشاكل البلد يا أستاذ مصطفى. اتفضل. وإحنا يعني إحنا بنناشد المسؤولين إن هم يضعوا حل لمشروع المجاري في قرية محل الدين، اللي هو متوقف دي كارثة كبرى. متوقف بيعتبر بقاله عامين من بداية الثورة حتى الآن، لم يتخذوا فيه أي إجراء أو أي تطور في مشروع المجاري، اللي هو يعني إنشاؤه يعني أكثر من نصف المشروع تم، والنصف الآخر متوقف خالص تماما، لم يتخذوا فيه أي خطوة ولا أي إجراء. واشتكينا لبعض المسؤولين وبنناشد المسؤولين الكبار في الدولة إن هم يضعوا بعض الحلول لهذه المشاكل، يعني يحطونا في عين الاعتبار. يعني كل الناس دلوقتي بتتكلم عن الأمراض وعايزين نخفف من نسبة الأمراض قصة الأمراض اللي هي الفيروس سي وفيروس بي والفشل الكلوي والمجاري سبب كارثة كبرى في محل دي لعدم حضور الطلبة والمدرسين في أي وقت في العام الدراسي، لأنهم قرفانين من المنطقة بالزبالة ومية الشرب والمجاري والريحة الكريهة، الريحة الكريهة اللي بتطلع على الطلبة والناموس والدبان وكل